معنا عبر الهاتف من البصرة مراسلنا هناك نزار نبيل. نزار، إلى أين تمضي الأوضاع هناك؟ نعم، بدأت التظاهرات في الساعة 5 مساء، حيث تجمهر عدد كبير من المتظاهرين، المئات تجمهر أمام مبنى الحكومة المحلية وأمام مجلس محافظة البصرة بشقيه التشريعي والتنفيذي، حيث طالبوا وجددوا جددوا بتظاهراتهم التي تطالب بالخدمات التي خرجوا لها منذ أشهر. بالتالي لم تكن هناك استجابة كبيرة لهذه التظاهرات، حيث أن اللجان التنسيقية في هذه التظاهرات عبرت عن غضبها تجاه حرق مبنى الدوائر الخدمية كالقانونية ولجنة التخطيط في مبنى المحافظة، والآن حرق لبلدية البصرة التي تقع بالجانب الأمامي من محافظة البصرة. عبروا عن أنهم لم يقوموا بهذه الاعتداءات المخربة للممتلكات العامة، وإنما هنالك أحزاب متنفذة في المحافظة تقوم بحرق هذه المباني التي توجد بها ملفات فساد لبعض أعضاء مجالس المحافظة واللجان، يعني ونواب البرلمانية السابقين والحاليين. قالوا إن هؤلاء لديهم ملفات فساد كبيرة، وهم من يقوموا بحرق هذه الدوائر الخدمية والممتلكات العامة، ورمي الكرة في ملعب التظاهرات السلمية العزل. أغلب التظاهرات في تغطيتنا الصحفية كانت هم لا يحملون شيء، أناس فقط طيب. لديهم نزار، أشرت في سياق الكلام إلى وجود تنسيقية في تظاهرات البصرة، مما يدل على أن الموضوع يعني ممنهج ويدار بطريقة مدروسة وبطريقة متفق عليها بين شباب التنسيقيات. هل هناك يعني تصور أو قرار في التعامل مع مثل هكذا الأعمال التخريبية التي تبرأ منها المتظاهرون ابتداء، المحتجون السلميون كما يصفون أنفسهم؟ يعني هنالك أكثر من لجان تنسيقية للتظاهرات، التظاهرات يزيدها زخما شيوخ العشائر. معظم شيوخ عشائر البصرة تجمعت وجمعت شبابها وتظاهرت بهم أمام مبنى الحكومة المحلية. منظمات المجتمع المدني أيضا انطوت تحت طائلة المتظاهرين. أيضا هنالك لجان تنسيقية من محافظات أخرى جاءت للتضامن مع البصرة. هؤلاء جميعهم لديهم لجان تنسيقية مشتركة، يعني هم مسؤولين عن تصرفاتهم التي يتصرفون بها. قالوا وشددوا بكلامهم على ان هنالك جهات متنفذه تحاول ان تدخل موجه التظاهرات وتحرق المباني الحكوميه، من ضمنها بلديه البصره ولجنه التخطيط والقانونيه في مبنى المحافظه، لوجود ملفات فساد. جيد. وقالوا اننا واضحه نزر هذه الفكره. سريعا، أين تمضي التظاهرات؟ يعني شنو المتوقع وما يتسرب من التنسيقيات اللي ممكن يصير خلال اليومين الجايات، وإحنا مقبلين على يوم جمعة، شنو ممكن يعني التصور المرسوم لليومين الجايات؟ التظاهرات مستمرة في البصرة، وتطالب مطلبا رئيسيا بإقالة قائد عمليات البصرة الفريق جميل الشمري وتحويله للقضاء، ومحاسبة قوات سوات التي أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، وإلى الآن هم 7 شهداء وجرحى كثير يعني في البصرة. التظاهرات مستمرة ويزيدها زخما أبناء المناطق المحاذية على مبنى الحكومة المحلية، وليس فقط التظاهرات هي في مبنى الحكومة المحلية أو مجلس محافظة البصرة. الآن التظاهرات الشعبية في جميع المناطق، هنالك حرق للإطارات في جميع الشوارع الرئيسية، تم قطع بعض المناطق الرئيسية. نبقى متواصلين نبيل، نبقى معك متواصلين، ولتعلمنا أول بأول بتطورات المشهد في البصرة مع تعقيداته. شكرا نزار نبيل مراسلنا من البصرة، كنت معنا عبر الهاتف.